السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية في أسعار الذهب في مصر والوطن العربي. بس قبل ما نبدأ الجولة خلونا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الأول، ويلا بينا نبدأ. أسعار الذهب في مصر النهاردة الأربع 17 مايو 2023. النهاردة استهل بتعاملات الذهب في سوق الصاغة في مصر على الهبوط الحاد اللي انتهت بيه الأسعار أو اللي انتهت بيه التعاملات أمس الثلاثاء. وأسواق الذهب في مصر بتترقب بدء شراء وثائق صندوق الذهب الجديد اللي هيتم الإعلان عنه يوم الأحد المقبل. نيجي لتفصيل أسعار الذهب في مصر ونبدأ بجرام عيار 24 واللي سجل البيع النهارده 2531 وسجل الشراء 2502. وزي ما بنقول كل مرة في الفيديو إن أسعار البيع اللي هي بتشتري بيها أنت من المحل الصاغة، وأسعار الشراء لو انت معاك ذهب وبتروح تبيعه لاسعار لمحلات الصاغه، فهيكون سعر الشراء من محل الصاغه لجرام الذهب عيار 24 2531 جنيه النهارده، وهيكون سعر بيعك انت لجرام 24 لمحل الصاغه 2502. اما جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغه في مصر فسجل النهارده للبيع 2320، وسجل جرام الذهب عيار 22 للشراء 2292 جنيه. نيجي بقى لجرام الذهب عيار 21 واللي بيعتبر الاكثر انتشار في المحافظات المصريه وخاصه محافظات الصعيد، فسجل النهارده سعر بيعه في محلات الصاغه 2215 جنيه، وسجل سعر شراء من الناس او من المستهلكين في محلات الصاغه النهارده 2190 جنيه. اما سعر الجنيه الذهب عيار 21 فسجل النهارده في محلات الصاغه 17720 جنيه. اما جرام الذهب عيار 18 فسجل في محلات الصاغه للبيع النهارده 1898 جنيه، وسجل سعر الشراء النهارده من المستهلكين 1877 جنيه. اما جرام الذهب عيار 14 فسجل في محلات الصاغه النهارده 1476 جنيه للبيع، وسجل 1460 جنيه للشراء. فجأة النهارده اعلنها واحد من اعضاء الغرف التجاريه في مصر، وقال ان مصر هتبدا تنزل سبائك ذهب تبدا من نص جرام ومقدارها 1000 جنيه. نيجي بقى لاسعار الذهب في الدول العربيه، ونبدا بالمملكه العربيه السعوديه اللي سعر جرام الذهب عيار 21 سجل النهارده عندهم 210 ريال. اما في سوريا فسجل جرام الذهب عيار 21 النهارده 142000 ليره. اما في دوله الامارات العربيه المتحده فسجل سعر جرام الذهب عيار 21 النهارده عندهم 216 درهم. وفي الكويت سجل سعر جرام الذهب عيار 21 17.5 دينار النهارده. المغرب سجل سعر جرام الذهب عيار 21 النهارده 566 درهم. دي كانت جولتنا في اسعار الذهب في مصر وبعض الدول العربيه. لو وصلتك ما توقفهاش عندك علشان غيرك يستفيد ويعرف الاسعار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.